للحديث اكثر عن هذا الموضوع اكيد راح تكون يعني الدكتوره فجل ابراهيم حتى نعرف تفاصيل اكثر. يسعد صباحك دكتوره. اهلا، يسعد صباحك. يعني دكتوره، اليوم هذا الموضوع صار ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع انه احنا نستاجر اشخاص حتى نمشي لهم حتى نشكي لهم، او مثل ما شفنا السيده بالاخير اللي كانت تطلب من عنده يتذوق الطعام اللي اعطتها بذكرى زواجها. فاليوم بهذا الموضوع بشكل عام، شنو رايك بمبدا انه احنا نستاجر اشخاص مقابل خدمات معينه؟ هلا الشعور بالوحده شعور صعب جدا يعني وقاتل، لانه ما له علاقه هو كما بعتقد الاشخاص بعدد الاشخاص من حولنا او عدد الاشخاص اللي في البيئه الموجودين فيها، لانه ممكن يكون في كثير اشخاص حوالينا بس نشعر بوحده داخليه لوجود فراغ او نقص او شيء مفقود لا نعلم ما هو. والعديد من الاشخاص بيجهلوا سبب هاي الوحده، انه احنا ليه ما عم نشعر بالاخرين من حولنا، ليه ما عم نتفاعل مع الاخرين بشكل صحيح. والغالب بيعتقدوا انه الوحده بتكون عند كبار السن، لكن الدراسات اثبتت انه عند الشباب الوحده، نسبه الوحده مرتفعه اكثر من كبار السن. يعني الفئه العمريه من 18 ل 30 سنه بين كل 4 اشخاص في شخص بيعاني من وحده شديده. الاسباب طبعا متعدده ومختلفه. اول شيء عدم فهم الانسان لذاته، يعني ما بيعرف هو شو بده بالضبط، شو بده من العلاقات الاجتماعيه اللي عم بتحيط فيه، شو بده من الاشخاص اللي حواليه. البعد عن الاسره هذا سبب من اسباب الوحده، يعني شكل الاسره تغير، التفاعلات داخل الاسره تغيرت، ادوار الاسره، الام، الاب، الافراد ما عم يلتقوا بالوقت الكافي لناخذ الدعم يعني النفسي والدعم العاطفي والاحتياجات الانسانيه منهم. ايضا العالم الخارجي صار اكثر تعقيد، اكثر صعوبه، اكثر تفاصيل، فعم بنبعد شوي شوي عن ما هو عاطفي واجتماعي، وبنصير اقرب يعني للصدى الفارغ، لانه كل الحياه المعنويه ناقصه عند اغلبنا. نعم. طيب دكتوره، يمكن الوحده بالنسبه لبعض الاشخاص ممكن تعني انه هي الهدوء، الانعزال الى ما ذلك. بنفس الوقت يمكن هناك مثل ما نشوف انه دراسه طبيه اكدت انه الوحده تعادل تدخين 15 سيجاره باليوم وهي مضره بالصحه، فشنو تفسيرنا لهذا الموضوع؟ صحيح، الوحده مضره يعني بالصحه النفسيه والعقليه والجسديه، انه اثبت الطب انه الاشخاص اللي بتعرضوا للوحده مناعتهم تضعف بدرجه اكبر، فممكن ينصابوا بأي أمراض بشكل أسرع. أيضا بتعرضوا للإنفلونزا بشكل أسرع، عشان هيك في فترة الكورونا ما نكون وحيدين، حاول نقرب من العائلة ونقرب من الأصدقاء. أيضا السكتات القلبية والسكتات الدماغية بترتفع عند الأشخاص اللي بيعانوا من الوحدة. والأصعب أيضا كمان الأعراض النفسية، إنه بالغالب الأشخاص اللي بيشعروا بالوحدة عندهم قلق وتوتر مرتفع وعندهم اكتئاب حاد، وهذا متعب جدا على الأشخاص. يعني الاكتئاب من أصعب يعني الأمراض النفسية اللي ممكن يمروا فيها الأشخاص، بيشعروا إنهم محبطين، ما في أمل في الحياة، ما في أي سبب للسعادة أو الانبساط أو الراحة أو التفاهم مع الأشخاص الآخرين. ايضا هناك اسباب لها علاقه بطريقه الحياه، يعني الاشخاص اللي بتبعوا طريقه حياه غير جيده بيلتصقوا مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بيزيد من فرص الوحده عندهم، لانه هاي المواقع او الالعاب الالكترونيه او العالم الرقمي بيبعد الاشخاص عن التفاعل الحقيقي والتواصل البشري يعني الحقيقي. يعني دكتوره، انا عندي سؤال على هذا الموضوع تحديدا. اليوم بالنسبه للاشخاص اللي مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي والالكترونيات بشكل عام، بنفس الوقت من خلال هذه التقنيات هم يتواصلون مع يعني اشخاص اخرين، هل هذا الموضوع نعتبره وحده انهم يعانون من هذا الموضوع، او انهم منعزلين في ظل انهم يتواصلون ولكن الكترونيا، يعني ما يحببون الاتصال المباشر نهائيا؟ التواصل الالكتروني مختلف تماما عن التواصل الوجاهي، ولا طبعا يشبه في اي شيء، لانه يعني في النهايه هو الكتروني، شاشه وصوت، و لا 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 يوجد أي تفاعلات بشرية أو تفاعلات إنسانية. فلا يغني يعني الإنسان الذي له العديد من الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالضرورة يعني يكون وحيد وليس له صداقات يعني حقيقية. أيضا الاغتراب، في أشخاص كتير بيعيشوا مجتمعات أو في بيئات في العمل أو في الأسرة بحسوا دائما أنه ما حد عم بفهمهم، ما حد قادر يقرب منهم أو مو قادرين يقربوا من حدا، لأنه جواتهم بحسوا بالاغتراب وبالغربة لشيء ينقصهم حقيقي للتفاعل مع الآخرين. نعم. طب دكتورة، اليوم لو نتحدث عن الفرق ما بين الرفيق والصديق والصديق الأخ، أيضا كل هذه المسميات، شنو الفرق ما بينهم؟ هلا هو يعني الرفيق اللي بيرافقنا دائما في طلعاتنا وخروجنا وهي، والصديق ايضا هو الشخص المقرب
والصديق بالغالب بيكون رفيق وممكن غير رفيق، لأنه مرات أصدقائنا ما بنشوفهم فترة طويلة أو بيكونوا في بلدان تانية، بس في اتصال وجداني واتصال عاطفي وتفاهم عقلي بيناتهم، في معزة ما بتروح بغياب المسافات ولا بغياب الفترات. الصديق الأخ اللي هو الصديق الجدا مقرب بأخذ دور الأخ، يعني بيكون كتير مطلع على الحياة الشخصية، بيكون داعم، يعني إحنا بناخذ رمز الأخ للدعم والسند والوقوف في لحظة الحاجة بجانبنا، فبيكون داعم. ومرات احنا بنصادق ناس ما بنقدر نحدد هوية او اسم هذا المسمى، وهي اجمل العلاقات. عرفت يعني مو ضرورة انا اقول صديقي او صديق اخ او رفيق او زميل، هي يعني العلاقات البشرية او التفاعلات البشرية ما لها مسميات، اهم شيء فيها التفاهم الوجداني والعقلي الروحي، ايضا الصدق، الامانه، القرب والاهتمام، هذا كله بيزيد يعني من اواصر يعني التعارف بين الاشخاص، وبعزز ثقتهم بانفسهم وبخلي حياتهم اكثر سعاده. نعم. طب دكتوره نرجع للحاله اللي شرحناها اليوم، اليوم هل ممكن يكون مجدي او يعني إلى نفع انه احنا نستاجر شخص يعني يقدم لنا هذه الخدمات؟ هل راح يكون تأثيره إيجابي علينا أو سلبي؟ هلا نستأجر ليه؟ يعني ضروري ندفع فلوس؟ لا، ممكن نبحث عن أشخاص يعملوا لنا هاي الأشياء. في حال إنه إحنا وصلنا لي يعني هنا مو أكو فكرة، أكو بعض الأشخاص ما يفرغون أي مشاعر بداخلهم أو أي شيء لشخص يعرفوه قريب أو بدائرة حياتهم أو بدائرة علاقاتهم، دائما يفضلون إنه هم يحجون الناس ما يعرفوهم، يقول لك هذا راح يسمعني ويروح ما يعرف عني شيء. أكثر الأشخاص اللي بيعانوا من الوحدة الأشخاص اللي ما عندهم علاقات اجتماعية جيدة أو ما عندهم صداقات جيدة. بدل مثلا فكرة الاستئجار أو البحث عن أناس غرباء، ليه ما نبحث عن صداقات حقيقية؟ يعني دائما نحاول نتعرف على أشخاص جدد، مو دائما نحتفظ بأصدقائنا القدامى، لأنه أكيد مرات بيكونوا منشغلين، مرات مسافرين، مرات في ظروف بتمنع أنه نلتقي. دائما دائما الإنسان لازم يبحث عن صداقات جديدة ومتنوعة ومختلفة، من مجالات عمل مختلفة، من جنسيات أخرى، من بلدان أخرى. هذا جيد، بدعم يعني بدعم الحاجز المناعي عند الشخص من الاكتئاب أو من الإحباط أو من الحزن. فدائما نبحث عن أشخاص إحنا بحاجة لهم، بعيدا يعني عن فكرة الإيجار، ممكن لا كتعارف حقيقي أو كبناء علاقات جيدة. ولو ما كان موجود أو ما عرفنا نبني هاي العلاقات، فكرة الاستئجار ممكن نستبدلها، بدل ما نذهب لأشخاص غرباء ولا نعرف حقيقتهم، بأخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي لتلقي الدعم. يعني على الأقل بتكون المصادر موثوقة. والإنسان دائما يعني الفضفضة كتير مهمة طبعاً، لأنه كبت المشاعر وكبت الأحزان والتعرض لتفاعلات الحياة والصدمات والإحباطات والتوتر. وعالمنا اليوم في كتير من التوتر، يعني طريقة حياتنا صارت سريعة. صحيح. إلكترونية، فيها تفاصيل كثيرة. في الحياة الطبيعية القريبة من الإنسان الطبيعي القديم عم نخسرها شوي شوي. فدائما نتبع نظام صحي، مثلا غذاء جيد، المشي، ممارسة الرياضة، أيضا في العطل الاقتراب من الطبيعة، الذهاب للبحر، للسهل، لجبل، للشجر، للخضار، هذا كله يعني بيعزز من نفسيتنا. نعم. يمكن دكتورة فكرة أنه هذه الفكرة اللي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نستأجر شخص أو اللي ظهرت في مكانها، يعني أحسها جدا مقاربة لموضوع أنه إحنا نروح نراجع أخصائي نفسي، ولكن موضوع الأخصائي النفسي تضغى عليه ثقافة العيب بالمجتمع، أنه للأسف هناك نظرة عند البعض أنه اللي راجع أخصائي نفسي هو شخص غير سوي أو يعاني من مشاكل عقلية. فاليوم كيف نقرب وجهات النظر ما بين الموضوعين؟ أنه اليوم إحنا مو غلط أنه نراجع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، لأنه إحنا بحاجة، مثل ما بحاجة نروح لطبيب قلب أو طبيب عظام، إحنا بحاجة نروح إلى طبيب يكون مختص بهذا الجانب. صحيح، كما حكيت طريقة حياتنا أو اللايف ستايل أصبحت جدا معقدة، سريعة وفيها تفاصيل كثيرة، هذا بيزيد الضغط وبيزيد التوتر علينا وبيحسسنا بالاكتئاب والإحباط، ومرات بندخل في حالات من الاكتئاب. صحيح. الذهاب للطبيب النفسي كما ذكرتي، يعني الجسد بتعب، أيضا النفسي بتتعب، ومن منا يعني لا يخلو من التعب النفسي بين فترة وأخرى. مستحيل.
أو بمر في فترة من حياته بإحباط وتعب، لازم هذا الشخص يذهب، لأنه أيضا هذا المرض يتطور، يعني ممكن يكون حالة عارضة أو حالة نفسية بمر فيها وتتحول لمرض إذا اشتدت يعني أو تفاقمت. هلأ في الزمان كان العلاج النفسي مرفوض تماما، هلأ بصير في إقبال عليه، وكما يقال يعني الإنسان المتحضر لازم يكون عنده محامي وطبيب أسنان وطبيب نفسي طبعا. هذا جدا يعني بيساعد على إنجازه وتحقيق طموحاته، بصير إنسان أكثر فاعلية وأكثر إنجاز في الحياة. فأي شخص يعني، ومو بالضرورة للطبيب نفسي إذا هو رافض الفكرة، ممكن يذهب لصديق يثق فيه يستشيره يفضفض له، دائما يكون عنده جيش من الأصدقاء والناس، يعني سواء من أهله من العمل من خارج العمل، دائما يكون يعني في حواليه ناس داعمين، لأنه الدعم ضروري جدا في هاي الحياة للاستمرار. من ضمن يعني في محيط كله إحباط وكله توتر وكله تعب، فالدعم يعني الدعم العاطفي والدعم النفسي والدعم الاجتماعي مهم جدا، ما نغفل عنه ولا نتجاوزه، يعني ما تضل حياتنا بس إحنا عم نرتب شغلنا وأعمالنا وهي، نعطي جزء من حياتنا لبناء علاقات اجتماعية وللتفاعلات الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية وتحقيق كل الأشياء المعنوية والروحانية اللي ممكن نحصل عليها. نعم. طيب دكتورة، اليوم لو حبينا نفرق ما بين الوحدة والانعزال، شنو الفرق بينهم؟ الانعزال انه الانسان ما يختلط بالاخرين، مثلا المراهقين كثير بحالهم بيعانوا من حالات انعزال، انه بفضلوا يضلوا في غرفهم ما يطلعوا برا الغرفه. ايضا في اشخاص بيقول انا بيتوتي انا ما بحب اطلع، بيحبوا الانعزال، هذا العزله يعني هو في اقرب، هون عنده ناس موجودين بحياته بس هو منعزل عنهم. تمام، هي اقرب للشيء الجسدي يعني عزله جسديه، لكن الوحده لا، بتكون روحانيه شيء معنوي اكثر. يعني الشخص ممكن يكون محاط بالعديد من الاشخاص لكنه بيعاني من وحدة في داخله، لأنه هدول الأشخاص ما بيأثروا على حياته نهائي، ولا بيضيفوا له أي شيء، ولا بيصير أي تفاعلات يعني إنسانية أو اجتماعية أو بشرية بيناتهم. فالوحدة أصعب من العزلة، وبالغالب يعني الانعزال أو العزلة اختيارية يعني بإرادتنا. نعم. أنا بقرر أبعد عن الناس، أنا ما بدي أختلط، أنا ما بدي أطلع. صحيح. لكن الوحدة ما بنقدر نسيطر عليها، يعني شعور بيصيبنا مو باختيارنا. نعم. طب الوحدة ليش دائما الجميع يربطها بوجود شريك حياة عندنا؟ لأنه القطبين الحياة لازم يعني لحتى تكتمل الحياة. هيك انخلقنا ذكر وأنثى، يعني في علاقات عاطفية ما بقدر نفس النوع أو نفس الجنس يعطيها للطرف الآخر، في علاقات لازم الطرف الآخر أو الجنس أو النوع الآخر يعطيها للشخص حتى يكمل التكوين الإنساني أو التكوين البشري أو التكوين النفسي للإنسان، لأنه خلق بحاجة لهذا. صحيح. الطرف الآخر أو بحاجة للنوع الآخر. طيب دكتورة، احنا اليوم يمكن بعض الحالات تبلش بها الوحدة بالانعزال، انه يكون الشخص منعزل بعدين يتدرج الموضوع يصبح وحيد، فشلون ممكن ندارك الامر لما نشعر في بداية الامر انه احنا نميل الانعزال اكثر بهذه الفترة؟ البحث عن علاقات وصداقات اجتماعية جديدة، التفاعل أكثر مع الأسرة والأصدقاء، محاولة ممارسة الهوايات اللي بيحبها الشخص، ويفضل أنه هاي الهوايات تكون مثلا خارج البيت أو خارج المنزل. أيضا الانخراط بالأعمال التطوعية والنشاطات الاجتماعية اللي بتصير بالمجتمع والنشاطات الثقافية والفنية، لأنه لما الشخص بيطلع وبيزورها مثل هيك أماكن وبتفاعل، أكيد بتعرف على أشخاص جدد وبصير عنده فرصة. أيضا الاستمتاع بالحياة واتباع نظام يعني لايف ستايل جيد، لأنه مثلا كثرة السهر هو بيعمل اكتئاب، الاكتئاب بتؤدي إلى الوحدة، المنبهات، قلة ممارسة الرياضة. أيضا الفحص الطبي جدا مهم، لأنه أغلب مثلا الاكتئاب بيكون من نقص الحديد، من نقص فيتامين د، بعض الفيتامينات المهمة والعناصر المهمة لجسم الإنسان، هو ما بيكون بيعرف، بفكر أنه العامل هو خارج، لا، ممكن يكون العامل يعني داخلي من عنده عنده جسم. فدائما يحاول الشخص ينفتح أكثر على الحياة، يعني الحياة جميلة وفيها متسع للجميع، دائما يتفاعل مع اللي حوله، دائما يكون أشياء معنوية وصداقات، ويكون علاقات اجتماعية وأسرية، وما يبخل أبدا في هذا الموضوع، وحتى لو الناس بعدوا عنه هو حاول يقترب. نعم. يعني يحاول يقترب عشان صحته النفسية. أكيد إن شاء الله يا رب نتمنى للجميع حياة مليئة بالناس الطيبين والناس اللي فعلا نشعر بوجودهم أنه إحنا بخير ونشعر أن الدنيا ما زالت بخير. شكرا جزيلا لك دكتورة، وشكرا لوجودك ويانا أيضا. أهلا، العفو، شكرا.